الحمد لله لقيت المفتاح. الحمد لله. هو فين طباز؟ الحمد لله لقيت المفتاح. الحمد لله. فين طبازة؟ بعته مشوار. مشوار؟ انتوا كنتوا فوق السطح، وديته فين؟ الحمد لله لقيت المفتاح. انا عارف طبازة راح فين. هو في مكان افضل اكيد. ما ينفعش يبقى هنا، عشان ما ينفعش القط يمسك مفتاح القرار. قرار سليم. اكيد خد الفلوس وهرب بعد ما عملنا له. زي القطط، ياكل وينكر. يا جماعه حرام عليكم، ما تقطعوش فروته، الراجل ما يجوزش عليه الا الايه؟ الحمد لله.